شعورنا في العراق أن ثمة تباعدا ما بين الشيعة في العراق ومرجعياتهم بعد التقاط أنفاسهم عقب سقوط النظام السابق، في ظل الرغبة في تأكيد الهوية الخاصة للنجف بعيدا عن حوزة قم. هل تشعرون أن هناك فعلا تباينا أو ربما فتورا في العلاقة بين شيعة العراق وشيعة إيران؟ ليس كذلك. وأنت انظر إلى أن الشعب العراقي يختلف اختلافا كبيرا عن الشعب الإيراني. الشعب الإيراني لعله وإن كان مو كله بس كثير منه بعيد عن الولاية العامة وبعيد عن قيادته الشرعية، أما في العراق فإن الأغلبية فهي تابعة إلى الولاية العامة وإلى المرجعية وإلى الحوزة وإلى القيادات الشرعية أكثر من رجوعها إلى شنو القيادات السياسية أو القيادات العلمانية، بدليل ما قامت به الحوزة من إخراج التظاهرات وإخراجهم إلى صلاة الجمعة وإلى شنو وإلى رفض الشعب العراقي لمجلس الحكم، لأنه لا يتألف من الحوزة بل يتألف حتى المعممين اللي بي ما يمثلون حوزة وإنما يمثلون حزب. بتتبع الجزئيات أن الشعب العراقي رافض لأي حزب، خصوصا إذا كان خارج عن العراق لو صح التعبير وترعرع خارج العراق، فإذا هو يميل إلى ما هو موجود في العراق وإلى ما هو شرعي وإلى ما هو شنو حوزوي أكثر ما يميل إلى غيره.